سلام. فيديو اليوم واحد هي واحد الكوموند واحد البنوته. المهم انا بديت واحد الكارثه هنايا، هرقت الالوان عليا ونوض كنمسح داكشي ضايع، حيت هاد الالوان ما كي زولوش، حيت الالوان ديال التوب الا جاوا في التوب. وصافي هي بديت هنايا رسمتها بواحد كرايون بيض حيت التوب كحل. هي طلبت لي خصها بيرسوناج بامبي، هو صاحبو، ربي نكون كنطقه صحيحه. وصافي قلت نشاركها معكم باش نتوما تعطوني رايكم. نسيت ما قلت لكم، هذه توت باك، واحد ديك السويك السويكات كيكونوا ضد الثوب. انا منتوله في الكحل، هما ما كيصلحوش غير للستيتون، غير الناس صغارين حتى الناس كبارين، يعني تقدر تعمل فيه صخره، بيسي، كتوبه، اي حاجه. وهنا كنت كنوريكم أوسكار قطيوط ديالي جالس كيونسني وأنا كنرسم. صافي هنا بديت كنعمل الديتاي الأخرين باش نكمل، وهي طلبت لي خصها نكتب لها اسمها. عليها كنت كنحاول نعمل هنايا شي ديزاين مزيان، وكتب كتبت لها اسمها آية. هادي الغزولتا فينال، بغيت نوريكم في الاخر كيف جاني، وعطيوني نتوما رايكم واش جا مزيان. هنايا بغيت نصورو عن قرب باش يبان ديك الشعله ولا مع اللي فيه. إلا وصلتي تالي هنا بغيت نقول لك شكرا حيت تبعتيني تالآخر، وباي.